عن الذكاء الاصطناعي انه راح يعمل بطاله بكثير مجالات، هل هذا الحكي صح؟ مزبوط صحيح 100% للاسف. شكرا. يعني بس شكرا. مش محل يعني في، شوف انا بدي اقول لك شغله، هلا خليني انا اتفق انا وياك في بعض المهام وبعض الاشخاص بيشتغلوا في اماكن ما لازم يكمل فيها بصراحه، يعني بيكون مخرب اكثر ما هو يكون. نرجع لموضوع الطب. يعني انت عندك مستشفى، اعطيك مثال. انا والله الجراح لابس ومتعقم وكمامات، والمساعد الجراح نفس الشيء، وكل شيء كامل، والغرفة معقمة وإضاءة خاصة. بيجي هدول بيطلعوا بروحوا استراحة ولا شيء، بفوت عامل التنظيف للأسف أو بعض الشخصيات على الغرفة، لا هو متعقم ولا هو لابس كمامة ولا لابس قفازات، بنظف وفوت من غرفة لغرفة بيطلع. فهاي كارثة، هذا سبب يعني سبب كارثة، نشر الفيروس بكل المستشفى، والدكتور يا حرام ولا كلهم. فهي مهمة جدا، احنا هذا لازم نستبدله. هذا شو بتسوي له؟ بتجيب روبوت تعقيم بيعقم لك الغرفة 99.9%، ولا واحد بيقدر ينظف زي ما هو بينظف. الروبوت هذا بيعقم الغرفة كلها وبيطلع وبيخلص شغله وبيقول لك مع السلامة، وانت بتفوت تكمل شغلك. هون احنا عملنا البرودكتيفيتي صار عالي كتير، نسبة الخطر صارت كتير قليلة وجدا مهمة.